7 أسئلة عندنا، في حال جاوبتوا على 5 أسئلة إجابة صحيحة بإذن الله راح يتم اللقاء، بمعنى عندكم سؤالين مسموح فيها الخطأ. طيب. أكثر من كذا إحنا بنقول آسفين ونعتذر منكم ونقول إن شاء الله الفرصة القادمة تجمعنا. تم؟ تم. بسم الله. عبد الله، أي تلميحة منك مباشرة أو تدخل في السؤال راح يحسب إجابة خاطئة ويلغى مباشرة. على خشم. تم؟ بسم الله، والكاميرا تراها عندك. صعبة يا أبو ناي. عبد الله تعود على الفزع، صعب. لو يا نوي انا مبسوط انه بيفزع عشان الغي السؤال. احنا طالبينك مره. خلاص امشي، انا معطيك التمام لابو نايف وابد. لا لا انا ما عندي مشكله عبد الله، انا ما عندي مشكله. بتساعد ساعد ترى من حظي. ايه قل انا ودي انك تساعد. طيب السؤال الاول يقول، وحتى الابطال اذا عندكم جواب عادي تجاوبون ترى. خلاص. طيب السؤال الاول، في اي فقره تم الاعلان عن عبد الله العتيبي بأنه نجم اليوم؟ وبعطيكم، لا تعطينا خيارات، بدون خيارات. اي اتوقع انها 37. لا انت تقصد الفقره ولا اليوم؟ لا الفقره. الرادار. اذا بيعطيني الرادار ما في مشكله، كثر خيره. رادار، فقره الرادار. إيه؟ فقره الرادار. طيب فقره الرادار ايش رايك يا سعود؟ فقره الرادار قل زي عماني. ايه يرحمك الله. هم يقولون فقره الرادار. وش تقول؟ انا اقول فقره الدين. فقره وش الدين؟ انه يعني يكمل على الوقف. الوقف. يعني اخذ جوابك ولا جواب عمك؟ انا باخذ جواب. طيب الاجابه انتم ذكرتوا بانها الرادار، وبنترك الاجابه الى ما بعد السؤال القادم. طيب ونعطيكم هل هي اجابه صحيحه او لا. طيب السؤال الثاني، من هو المتسابق اللي استضاف عبد الله العتيبي في فقرته الخاصة؟ جاوبني. من هو المتسابق الذي استضاف المتسابق عبد الله العتيبي في فقرته الخاصة؟ جاوبني. أنا أقول خيارات. خيارات؟ لكم سؤال واحد، اطلبوا في خيارات كيفكم. لا لا جاوبني بس، احنا ودنا نعرف الفقره. جاوبني اي وقت عشان احيانا الاسماء ترى. لا انا ما راح اذكر لك انا الوقت، الاسماء احيانا لخبطيه. انا ابغى المتسابق اللي قدم فقره جاوبني، متسابق قدم واستضاف عبد الله معه. عبد الله تعلو وجه الابتسامه. طيب. اتوقع مناحي. مناحي نعتمد؟ نعتمد حبيبنا الغالي. لحظة بس خلنا نشاور. كنترول بلغني إذا في أي تلميحة من عبد الله لأنه ما يصبر. مستحيل. عرفت استعطاف. هذاك السجن أجل خف من الأسئلة. عبد الله. بس السؤال هي فقرة كاملة؟ فقرة. فقرة خاصة قدمها متسابق اسمها جاوبني واستضاف فيها عبد الله. عبد الله والنفس صح؟ عبد الله الحربي أبو نايف. عبد الله الحربي. إيه؟ أو الاسم اللي ذكرته قبل شوي مناحي. إيه؟ أو مناحي. إيه؟ لكن أتوقع اتفقوا على اسم. اثنين عندك و اتفقوا على اسم. لا أنا لا ما أقدر. عبد الله الحربي. عبد الله الحربي. طيب ها يا عبد الله. والله هم أدرى. هم أدرى. يا سلام. عندي رأي ثاني لكن هم أدرى. أنا أشكرك على الحيادية. طيب السؤال الأول، في أي فقرة تم الإعلان عن عبد الله العتيبي بأنه نجم اليوم؟ جاوبت وذكرت بأنها فقرة الرادار وهي إجابة صحيحة ما شاء الله تبارك الرحمن. أما السؤال الثاني، فقرة جاوبني، جاوبت وذكرت بأن المتسابق هو عبد الله الحربي وعبد الله العتيبي عنده رأي آخر. وش يقول عبد الله؟ سعود علوش. الإجابة سعود علوش، فإجابتكم بكل أسف خاطئة. ما عليها. طيب. إن شاء الله معوضين. السؤال الثاني يقول، أو السؤال الثالث بالأصح، في أي يوم كاريزماوي قام أو قام عبد الله العتيبي بتقليد تركي الدوسري صاحب القرار؟ هو ما شاء الله تبارك الله دائما طيب يقلد الطيبين، فأتوقع يوم 12. يوم 12. الله الله. يوم 12
عبد الله العتيبي قلد تركي الدوسري. ها محمد كم مره تعطينا كم مره نشوف الفقره تعطي عدد ايام؟ لا هذه بس خلها بدون خلها يوم 12 عند هذه خلها. طيب هذه اللي تسألني فيها ابو نايف والله ما جاوبتك. انت متسابق طبيعي بتنسى التفاصيل، لكن هم بامكانهم يرجعون يشوفون اليوتيوب. واذكر انك جاي من مكه تابعون الشاشه. ها جاي من مكه. مكه ما لها دخل لو ادري ما قلت. انت لو تدري عن ظرفنا اللي عندنا اليوم. بس اني مو ادري اقول والله احنا جينا بس تقديرا لكم عشان ما نخرب برنامجكم. الله يبيض وجهك. ولا والله كان عندنا ظرف يعني. الله يبيض وجهك. شوي ما ودي تحت الهواء اعلمك عنه. جيتكم قدر الله يطول عمرك ويرحمك. عسى الله يبيض وجهك. الله يسلم. جاوب حبيبنا وقال مباشرة يوم 12. نعتمد الإجابة؟ نعتمد الإجابة. نعتمد الإجابة؟ نعتمد. أبطال نعتمد؟ نعتمد. 12 نثبت. 12. ما عندكم كلام ثاني؟ مرة. ما عندنا مرة أبد. أنتم عارفين وش السؤال؟ هلا. عارفين وش السؤال؟ لا والله. أنا عندي ملاحظة. أنا عندي ملاحظة. سم يا حبيبي. الأسئلة اللي نخطي فيها أبدلها بشيء أجري ولكم وللظرف اللي منعني اليوم. أبتبرع سهمين عن كل سؤال غلط. الله يبيض. الله يبيض وجهك. عرفت؟ الله يبيض وجهك. يصير خذنا أجر حنا وأنتم والناس اللي لهم حق عليه خذوا أجر. الله يبيض وجهك. وفي تبرع زيادة بعد. الله يبيض. لهم خاص غير الأسئلة. الله يبيض وجهك على هالمبادرة الجميلة. الله يجزاك. وبما أنك ذكرت الوقف. إيه؟ فإحنا نبغى نفتح المجال. إيه؟ في أنك تحث المشاهدين. على اساس ان شاء الله انك تكون شريك بالاجر باذن الله في حال تمام الاوقاف. والله العظيم يا اخوي ابو نايف واللي جمعني بدون موعد واللي يعني خلال الشهر هذا كنت مضغوط وبي شيء يعني اسويه. يعني الولد الله يرحمه متوفي لها 8 شهور. البارح شايف رؤيه فيها، شايف رؤيه فيها وناوي يطلع الصدقه. قبل لا اجيكم استضفوني في مجلس وشفت برنامج الشيخ الله يحفظه الدكتور عايض قرني وابو عبد الله، قلت ما شاء الله تبارك الله يعني جابها على بالي على بالي. وخير البر عاجلة والله له يعني على ما قال دعاية لأنفسنا ولا شيء أو حاجة، لكن بما هو حث على الخير. الله يبيض. أنه يشارك على الخير. واللي هو طال عمرك اليوم يعني في شيء عام وشيء خاص. العام وفات ولد أبير الشمل عبد بندر عند الله بربعان الله يرحمه خارج السعودية ومات المسلمين. و خالتي كبيرة السن في المستشفى مها بنت نوار بن موطان، والتبرع لذلك لهم زيادة أسهم غير أسهم اللي احنا مخطئين في أسئلتها. الله يبيض وجهك. وحنا نحث وجد سبحان الله والله رؤيتي للشيخ والوقف يعني قلت ما شاء الله أحسن ما نهدي لهم الدعاء للمتوفين وللصدقة بالنيابة عنهم وللرؤية اللي شفتها البارح في ولد. الله يبيض وجهك. أسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لجميع موت المسلمين. الله وأسأل الله أن يجمع لها ما بين الأجر والعافية. والحمد لله ما أصابها إن شاء الله تكفير سيئاتها بإذن الله. وهذه رسالة لكم للسادة المشاهدين أن دائما الصدقة أنها بإذن الله أنها تقي مصارع السوء. فساهم 300 ريال ما تعلم لو أنها تكون حاجب لك يوم القيامة عن النار وفي الدنيا عن أي مخاطر وسيئات من سيئات هذه. وفئة عزيزة طيب. علينا يا أبو نايف، وفئة غالية علينا، وفئة وهم جزء من المجتمع. نعم وجزء منا وعزيز ومنا وفينا على ما قالوا، وإن شاء الله أنها تصل عن طريقكم وعن طريق الجمعية لأهلها. الله يبيض وجهك. طيب أنت بادرت بمبادرة لطيفة جدا في حال أخطينا إحنا نساهم فيها. هذه والله كنت حاطة مدعمة كذا بس عشان أسود. طيب أنا أقول الله يبيض وجهك على المساهمة وإن شاء الله أن أجرها يبلغ. الله يجزاك. ولكن مع الأسف الشديد أن أحياناً الجواب بثقة أحياناً ما يكون صحيح، وأحياناً يكون يوم 12 هو اليوم اللي قلد فيها المتسابق عبد الله العتيبي صاحب القرار تركي الدوسري. والإجابة بكل أسف أنها إجابة صحيحة. الحمد لله الحمد لله. هذا سؤالين جاوبتوا عليه الحمد لله صحيح. الحمد لله. وسؤال واحد أخطيتوا فيه. باقي لنا الحين سؤال. باقي لنا ثلاثة. لا. هو المجمل سبع أسئلة. سبعة. أنا سألتكم الآن ثلاثة أسئلة والمتبقي أربعة. أخطيتوا في واحد لابد أن البقية يجاوبون عليها صح. إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعده. في أي فقرة حصل
دويتو ما بين عبد الله العتيبي وابراهيم العواد في يا من هواه اعزه واذلني، اي فقره اللي حصل فيها؟ طب فقره طب اتستعجل العم يقول لا تستعجل وشي يا حبيبي الدنيا حلوه خلنا نعيش. هي هذه الستن؟ إيه. نرفع الصوت شوي، ودي اسمعكم وانتم تشاورون. إيه قال في الستن، قلت له هذه يا حبيبي الدنيا حلوه وخلنا نعيش حقت عبد الله، لكن انا اتوقع انها المطبخ. طيب راي العم؟ والله معه. خلها على المطبخ. رايك؟ مع رجع متابع اكثر منه وان شاء الله. اعطيكم فرصه للتفكير؟ والله نحتاج مساعده صديقي يا بناي. مساعدة أصدقاء هنا مساعدة أصدقاء. أتوقع إجابات. إجابات؟ إيه بيجاب. يقصد خيارات. تقول خيارات قصدك. تقول يا سعود. لا خيارات خلوها آخر شيء. لا خلها للأسئلة هذي. خلها لآخر شيء. إن خيارات عن. يقول المطبخ. ما يقدر يجيب. صح ولا مو صح؟ المطبخ. هذه. أنا أقول لا. لا. ولا ريالتي. شوي قالها اللي هو لا. أخوك صح؟ لا. طيب عمك. أجل تفهم أنت وعمك. أنت تقول ما هو صح. خط حتى انا ها سعود لا تاكد حتى انا يا حبيبي الدنيا ولا راح تطلع يلا بس خلاص ابو في المطبخ المطبخ جاوبتوا على ان في فقره المطبخ حصل ادويتو ما بين عبد الله العتيبي وابراهيم العواد في العمل يا من هواه اعزه واذلني. ونرحل الإجابة إلى ما بعد السؤال القادم. كفانا توتر من أمس يا أبونا عشان نعرف حنا وياكم بعدها هل الجواب كان صحيح ولا لا. ما عليه الأمور زينة إن شاء الله الحمد لله. إن شاء الله أن الأمور زينة يعني في حال يعني قابلتهم ولا ما قابلتهم قصدك؟ لا إن شاء الله متفائل خير متفائل أني بقابلهم يعني أنت تبغى تقول لهم جوابكم صح صح؟ سم؟ تبغى تقول لهم جوابكم صح؟ لا لا أنا أقول الأمور زينة. طيب يعني واحد يحسن التفاعل. طيب طيب السؤال التالي، متى ذكر عبد الله قصة البيت الشهير أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني في أي يوم أي يوم كارزماوي؟ ما نقدر نتعدى هالسؤال ولا لازم؟ لا هي سبع أسئلة في حال ما جاوبت عليها أنا بحسبها خطأ. أنا أذكر تدري متى؟ يوم يجلس مع عبد الله يعرف الحربي في عند الشاهي بس ما ادري ايوه قبل اسبوع. طيب خيارات اعطني خيارات. خيارات بس انها تصير عاد بعيد ما هي بقريب نبلش. طيب اليوم الكاريزماوي 28 اليوم الكاريزماوي 45 اليوم الكاريزماوي 48. طيب وش تواريخ هذه اليوم الكاريزماوي؟ احنا نتكلم عن الهاشتاج ايه؟ عن الايام ايه؟ أنت قصدك بالتاريخ الميلادي أو الهجري؟ ما أعرف والله. عشان لا حد نقول حدود أسبوع شفنا الحلقة عشان نجمعها يعني. اليوم 58. ما أقدر أعطيك جواب أنا يكون ما هو جواب صحيح لكن إحنا نمشي على الأيام. اليوم 58. اليوم 59. اليوم والله عندك. هي 45 إلى 48 واحدة منهم. أسمعت الخيارات. شوف الشباب ذولي 45 ولا 48 والله انا ما ادري 28 اختر 45 ولا 45 ولا 48 48 تكاوف 48 جاوبتوا على هالسؤال الخامس روبكس والرابع يا ابو نايا ابو طيب الرابع انتم جاوبتوا وذكرتوا ان في فقره المطبخ والإجابة في السؤال الرابع والسؤال الخامس كلها إجابة صحيحة. طيب باقي لكم سؤال واحد أي هم أخطوا بالسؤال الثاني باقي لكم سؤال واحد إذا جاوبتوا عليه مباشرة يتم اللقاء جواب خطأ عندكم السؤال الأخير. طيب أبو نايف أنا ودي أسأل سنة حسن سم إذا أخطيت عشان اللقاء والشوك يعني نبدله بتبرع بسهم الله يبيض وجهك تكفى يا أبو نايف هذه ما لها علاقة لا أنا لا تدري ليش قل لا إله إلا الله أبو من يا تاج راسي أبو من أبو عبد الله أبو عبد الله لو تطلبني خارج حدود القرية بنقز عيوني وأعطيك الله يسلمك أعلمك تدري إيش قصدي الهدف أنا سم
أنا بس عشان أسن سنة حسنة في الوضع هذا وسير تزود الأسف. الله يبيض وجهك. ما هو والله مو عشان أي شيء ثاني. فيما يخص الحث على التبرع فرسالتك إن شاء الله وصلت. هذا أهم شيء. هذا وبيوصل التأثير. هذا والله العظيم. فأنا ودي أفصل ما بين الفقرة وما بين التبرع. والله إن بس هذا قصدي إني أسن سنة حسنة. الله الله يبيض وجهك على هالمبادرة الجميلة واللطيفة. لكن خلونا ننتقل إحنا وياكم للسؤال اللي بعده. سؤال واحد جاوبنا عليه. إذا جاوبته صحيح يتم اللقاء. جاوبته خطأ باقي السؤال السابع. طيب ما في مشكلة. طيب السؤال اللي بعده، في أي يوم كانت الدخولية العراقية من المتسابق عبد الله العتيبي؟ خيارات. أعطيتكم سؤال واحد في خيارات وذكرت لكم في بداية الحلقة إن في سؤال واحد بخيارات. أنا رزقي كان موجود. في أي يوم كانت الدخولية العراقية من عبد الله العتيبي والابتسامة تعلو محياه؟ خيارات أبو نايف. سؤال واحد أعطيتهم في خيارات. لا 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 لا. الله يذكره بخير. كانت سنة كسر الرجل أنا لو بقدر نحدد اليوم اللي ارفع صوتك يا خالد عشان يقول كان شنار مكسور رجله الله يعافيه ذاك اليوم. صح ما شاء الله عليه. الذاكرة حلوة. ايش تبغى بالنقاشات؟ لا بس عشان ادخل معكم الجو يعني يعني وسيلة مساعدة شيء زي كذا عشان تقول الامور طيبة ما عليكم. انا لا 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 بس عشان يعني شريك في الحدث لازم. اوكي طيب ما في اختيارات؟ ما في خيارات. في سؤال واحد وأعطينا فيه خيارات. من إلى. طيب من؟ ها سعود. ما عندك جواب؟ ما أدري. كيف ما تدري؟ رجال مشارك شد حيله بالبرنامج وما تعرف؟ يمكن أحس إن. تحس إن إيش؟ يوم 12. ها؟ يوم 12 ده. يوم 12؟ طيب وش السؤال بالضبط؟ تعرف السؤال شو؟ يوم 20. وش السؤال؟ متى خش؟ متى دخل؟ إيه. كيف طيب. دخل يعني دخل البرنامج دخل دقيقة ها يعني إنه دخل برنامج متى دخل البرنامج يوم واحد إيه صح دقيقة ها يلا نقول صح صح يلا يوم واحد إيه؟ صح عليك صح دخل البرنامج يوم واحد برافو والله يكفو بس مو هذا السؤال حبيبي سعود ها طيب أحددك من وقت لوقت 60 يوم يا ابو نايف طيب اعطوني قبلها بثلاث ايام وبعدها بثلاث ايام قبلها من 30 الى يعني مجمل يعني يصير من 27 الى 33 لا انا اتكلم خمس ايام يعني خمس ايام قبلها وبعدها من 25 الى 30 ولا من 30 الى 35 عاد لك فيها الوقت في اي يوم كانت الدخولية العراقية من المتسابق عبد الله العتيبي في برنامج كاريزما من 30 الى 25 بالريوس خلنا من 30 الى 35 والله انا يا ابو نايف ما اعرف دقيقة من 30 الى 35 من 30 الى 35 جاوبت إجابة وكانت الإجابة طبعاً الأسئلة للتوضيح للسادة المشاهدين أنها أسئلة من صلب البرنامج وإحنا نسأل الأهل في حال زاروا المتسابق على أساس أن نشوف مدى متابعتهم للبرنامج وترى أحياناً خطأ في السؤال واحد ما هو معناها أنهم مقصرين في المتابعة لأن إحنا نتكلم عن 16 ساعة بث وأحياناً في الدقيقة صحيح. الواحدة ممكن يصير حدث ولا حدثين صحيح طيب جاوبتوا وقلتوا من يوم 30 إلى 35 بعد وسيلة المساعدة اللي قدمناها لكم في أنكم تذكرون خمس أيام كنتوا قريب كنتوا قريب ولكن مع الأسف الشديد وبكل أسف عبد الله والله أنا ما أعرف الجواب بصراحة لكن إن شاء الله أنها صح بإذن الله
ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. والإجابة بكل أسف إنها إجابة خاطئة. بقالنا سؤال ها؟ الجواب ما شاء الله عليكم أنتم متابعين وبدقة، هو يوم 29. كويس، طالما أنكم ذكرتوا باليوم اللي بعد 30. أنا غزني قلبي يوم قلت 30 إلى 25، يوم قلت وراك جبتها بالريق نغزني قلبي. لا أنا أقصد بالعادة هالأرقام تذكر من 25 إلى 30، فأنا قلت فيك عكستها بالريق. والله يروح قدامه هو. ما في مشكلة، ألم الخير. باقي معنا آخر سؤال، في حال تم الجواب فيه مباشرة راح يتم اللقاء، وفي حال كان الخطأ فإحنا نعتذر منكم أشد العذر. والكنترول العزيز أنا آسف، ولكن نحتاج أن بوابة القرية تكون جاهزة لمغادرة اللي زارونا وهم عزيزين وغاليين في زيارتهم. السؤال يقول هذه سألناها، في فقرة المفقود زايد عبد الله العتيبي على كرت السناب، فكم وصلت قيمة المزايدة حتى ربح الكرت؟ المفقود فقرة علي الجعيدي بس. إيه أنا قلت بلغي السؤال. ده هو اللي قال، هو اللي قال عبد الله. خلاص أبشر. بلغي السؤال والله. كنترول. ترى ذكر علي الجعيدي قبل ترى. ذكر. الجيمس. نصمت الجوال حبيبنا. خلنا نصمت. في فقرة المفقود زايد المتسابق عبد الله العتيبي على كرت السناب، فكم وصلت قيمة المزايدة حتى ربح الكرت؟ خمسة وشيء. خمسة وشيء. أبشر ترى. كم؟ خمسة وشيء. أنا أتفق 24. كنترول. خلوكم مع عبد الله. ممتاز. أي وسيلة مساعدة أو تلميحة مباشرة أبلغ. خمسة وشيء. خمسة وشيء. لا أبوي علمني عنها ذاك اليوم قال وراه زاد بس تذكر. 250. كريزما 250. لا لا المبلغ كم؟ المبلغ خمسة وشيء. أربعة. ألف وشوي. يلا الجواب. طيب ما في خيارات؟ لا ما في خيارات. مكتوب كاريزما 900 وشوي صح؟ خيارات. ما في خيارات، هو سؤال واحد واخذت فيه وسيلة المساعدة. صمت الجوال. لا هند الغالي ما ابغى الغي سؤالك. لا لا هي عشان بس وسائل المساعدة بس. لا 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 هند لا بس الجوال. الناس كلها تدق تبي تفزع بس عاد ما. الله يبيض وجيههم. بس خمسة وشي انا ما. طيب من بين البين. لا ما في من بين البين دايركت، انا اعطيتكم وسيلتين مساعده، الان احتاج الجواب بشكل مباشر وصريح. 4000 شيء. نبدا عد تنازلي. 10 9 8 7 6 جالس توقطنا وتوقط. 5 كم؟ 5 4 ها اخطر. 5200. 3 5200. 5200 كان الجواب في فقرة المفقود زايد عبد الله العتيبي على كرت السناب، حتى وصلت قيمة المزايدة إلى أن ربح الكرت. جاوبوا قالوا 5200 والإجابة مع الأسف الشديد. أبو من يا عم؟ عبد الله. أبو عبد الله سعيدنا والله جدا بزيارتكم. الله يسعدك. في حال تم اللقاء او ما تم فهي خطوه عزيزه اخوان، وما حنا الا في برنامج